منو جريمتك؟ ابتزاز الكتروني، باشرت بيه ب 2009، باشرت بهذا العمل، اتعرف على بنات ويدزل لي صورهن، ومن خلال التعارف العلاقه اللي تصير بيني وبينهن يفتح لي كاميرا واني اصورهن بدون ما هي تدري، ومن بعدها اقوم اساهم بيها اهدد بيها بالمقاطع. فقلت لها ما تتخلصين من عندي الا الموت، الا الموت يلا يخلصش من عندي سيدي. فبذاك الوقت سيدي هي بغرفتها وانا وياها على الخط سيدي، من خلال التهديدات المستمره مالتي عليها سيدي، وهي تبكي وتصرخ سيدي. قلت لها قلت له روح عيط عليها سيدي، قلت له روح. يعني سمعت صوت الرصاص من الثار؟ نعم سيدي سمعت صوت، سمعت الاطلاقه، الخط كان مفتوح، الخط مفتوح. من بعدها سيدي سمعت صوت الطلقه اطلاق، ماكو صوت بعد. من بعدها سيدي سمعت صوت عياط صار داخل يعني البيت مالته، ما على 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 الاتصال على الخط موجود، قلت الخط مفتوح سيدي. سمعت العياط، من بعد ما سمعت العياط يعني دقيقتين خمس دقائق يعني بهالحدود سيدي، اني سديت الخط.